طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنكمل الوحدة الأولى وهناخد منها الدرس الثالث والرابع، مجموعة الأعداد الحقيقية وعلاقة الترتيب فيها. طبعا مجموعة الأعداد الحقيقية رمزها حاء. مجموعة الأعداد الحقيقية دي هي مجموعة ناتجة من اتحاد المجموعتين نون ونون شرطة، يعني اتحاد الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية. عايزين نفتكر الأعداد النسبية كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن القصور العشري، النسبة المئوية، الضرب المتكرر اللي هو الأسس، الجذور التربيعية اللي أقدر أفكها، الجذور التكعبية اللي أقدر أفكها، النسبة المئوية. كل دي تقع تحت الأعداد النسبية لأن كل دي أقدر أكتبها في صورة بسط ومقام. الأعداد الغير نسبية هي الجذور التربيعية اللي مقدرش أفكها، زي الجذر التربيعي للتمانية، مفيش حاجة في نفسها تديني تمانية. الجذور التكعبية اللي مقدرش أفكها، زي الجذر التكعيبي لتسعة، مفيش حاجة في نفسها تديني تسعة. والاتنين دول يدوني عشر غير منتهي، فبعرفه إنه عدد غير نسبي من إن هو بيديني عشر غير منتهي. كمان يضاف عليهم باي اللي هي القيمة الثابتة في الدائرة اللي هي قيمتها 22 على 7، برضو هلاقيها 10 غير منتهي. وممكن نمثل الأعداد الحقيقية في شكل فين بالصورة دي، هينقسم قسمين، نون شرطة الأعداد الغير نسبية ونون الأعداد النسبية. ومنساش إن نون تقع تحتها الصاد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة، والطاء اللي هي مجموعة الأعداد الطبيعية. ملاحظات: أنا عندي مجموعة أعداد العد، جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية، جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة، جزئية من مجموعة الأعداد النسبية، جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية بتاعت النهاردة. الأعداد الحقيقية بتمثل على خط الأعداد إزاي؟ بحط الصفر في النص، والأعداد الموجبة على اليمين، والأعداد السالبة على اليسار، وكل عدد حقيقي له نقطة واحدة فقط على خط الأعداد. ما ينفعش أقول مثلا إن نص زي سالب نص، ده عدد وده عدد تاني خالص. نشوف أمثلة على الأعداد الحقيقية. الخمسة عدد حقيقي ونسبي لأني أقدر أكتبه في صورة بسط ومقام وصحيح. سالب اتنين عدد حقيقي ونسبي لأني أقدر أكتبه في صورة بسط ومقام، طبعا هو والخمسة مقاماتهم واحدة، وعدد صحيح. جذر التسعة عدد حقيقي وعدد نسبي لأن جذر التسعة يديني تلاتة، وأقدر أكتبه في صورة بسط ومقام تلاتة على الواحد. الجذر التربيعي للتمانية عدد حقيقي وغير نسبي لأن هلاقي الجذر تمانية عشر غير منتهي، مفيش حاجة في نفسها تديني تمانية. الجذر التكعيبي للاتنين عدد حقيقي وغير نسبي لأن مفيش حاجة في نفسها تديني اتنين، وكمان هلاقيه عشر غير منتهي. سالب واحد واتنين من عشرة عدد حقيقي ونسبي لأن اللي ملوش مقام أقدر أخليله مقام، وطالما فيه علامة عشرية فيبقى مقامه عشرة أو مية أو ألف. هنا العلامة العشرية بعد رقم واحد فهيبقى المقام عشرة، فهتبقى سالب اتناشر على العشرة، فهو حقيقي ونسبي. ملاحظات: العدد صفر ليس موجب وليس سالب، هو عنصر محايد، لا ينتمي للموجب ولا ينتمي للسالب. مجموعة الأعداد الحقيقية الغير سالبة معناها الأعداد الحقيقية الموجبة اتحاد المجموعة صفر. يبقى بيقول لي الأعداد الحقيقية الغير سالبة، يبقى يقصد حاجتين: الأعداد الحقيقية الموجبة والمجموعة صفر. مجموعة الأعداد الحقيقية الغير موجبة يقصد حاجتين: مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة اتحاد المجموعة صفر.
ه ستار معناها الأعداد الحقيقية الموجبة، اتحاد الأعداد الحقيقية السالبة ومليش دعوة بالصفر، يعني ح كلها ما عدا المجموعة صفر، ح فرق المجموعة صفر. علاقة الترتيب في ح، تعالوا نشوف مثال على الترتيب. رتب الأعداد الآتية تصاعدياً، تصاعدياً يعني هبدأ من الصغير للكبير، ده كان لحد 5 ابتدائي، من أول 6 ابتدائي التصاعدي ببدأ بالسالب الكبير ثم الصفر ثم الموجب الصغير، وفي الترتيب التنازلي ببدأ بالموجب الكبير ثم الصفر ثم السالب الصغير. يبقى الترتيب التصاعدي سالب كبير صفر موجب صغير. جذر التربيع للسبعة وعشرين سالب الجذر التربيع للخمسة واربعين، الجذر التربيع للعشرين الستة الصفر، الجذر التكعيبي لسالب واحد. طبعا انا ملاحظ ان كله فيها جذور، فلازم احول كلها جذور، والاغلب جذور تربيعية، يبقى احول كله لجذور تربيعية. احول الستة لجذر تربيعي فهضربها في نفسها عشان اقدر ادخلها تحت الجذر التربيعي، فستة في نفسها ستة في ستة بستة وتلاتين، فهتبقى الستة جذر ستة وتلاتين. الجذر التكعيبي لسالب واحد، اصلا لما يخرج من تحت الجذر هيديني سالب واحد، اقدر ادخله تحت الجذر التربيعي، بس طبعا السالب يكون بره، ما ينفعش يكون تحت الجذر التربيعي لانه هيبقى مرفوض، فهتبقى سالب واحد في نفسها بواحد، فهتبقى سالب جذر واحد. انا قلت برتب ازاي، برتب السالب الكبير، يعني بحدد السوالب وببدا بالكبير دون النظر الى اشاره السالب. انا عندي السوالب سالب جذر 45 وسالب جذر واحد، كده حددت السوالب. مين الكبير بقى دون النظر للسالب؟ ال 45 ثم الواحد، فهتبقى سالب جذر 45 وبعدين سالب جذر واحد. خلصت السوالب، حاجه على الصفر، نشوف الكلام دوت اهو، سالب جذر 45 سالب جذر واحد الصفر. هنيجي بقى لايه، للموجب الصغير. انا عندي كم موجب؟ جذر 27 جذر 20 جذر 36. من الصغير جذر 20 ثم جذر 27 ثم جذر 36 اهو، جذر 20 جذر 27 جذر 36. كده انا رتبت، ابدا بقى اكتب اصل المساله. سالب جذر 45 هينزل زي ما هو، سالب جذر 1 اصله الجذر التكعيبي لسالب 1، الصفر اصله صفر اهو. بعدين نيجي بقى للموجب، الجذر 20 اصلها جذر 20، الجذر 27 اصلها جذر 27، الجذر 36 اصله 6 اهو. فيبقى الترتيب جذر سالب جذر 45، الجذر التكعيبي لسالب 1، صفر جذر 20، جذر 27، 6. اكتب ثلاثة أعداد غير نسبية تنحصر بين الخمسة والستة. طبعا أنا مفيش حاجة أقدر أحصرها بين الخمسة والستة، فهضطر إن أنا أربع الخمسة وأربع الستة، فهتبقى خمسة تربيع بخمسة وعشرين وستة تربيع بستة وتلاتين. وبعدين هبدأ أجيب اللي ما بين الخمسة وعشرين والستة وتلاتين، في 26 27 28 وهكذا بقى لحد ما ايه، موقف عند 36، هو عايز 3 اعداد بس. يبقى انا دلوقتي ال 25 بعديها 26 بعديها 27 بعديها 28 بعديها هنهي بال 36 اللي هو التربيع بتاع الستة.
هبدأ بقى أجيب الجذر التربيعي عشان أوصل للخمسة والستة مرة أخرى، الجذر التربيعي للـ25، الجذر التربيعي للـ26، الجذر التربيعي للـ27، الجذر التربيعي للـ28، الجذر التربيعي للـ36. طبعا الجذر التربيعي للـ25 خمسة ودي البداية بتاعتي، والجذر التربيعي للـ36 ستة ودي النهاية بتاعتي، وهسيب الجذور في النص اللي هي الأعداد الغير نسبية زي ما هي. بكده سنة تانية اعدادي نكون خلصنا درس النهاردة، اشوفكوا الدرس الجاي ان شاء الله.